على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو الكاس ديال جوز الهند، كأس ديال عصير ديال البرتقال، كأس ديال السكر حبيبات اللي ما كيكونش عامر. بالنسبة للمقياس بالجرام غنخليهم لكم في صندوق الوصف، حتى الكأس ديال الزيت ما يكونش عامر حتى هو. برتقالة مبشورة بيضة، علبة ديال الياورت سواء كان طبيعي أو منكه بالنكهة ديال الفانيلا أو الموز، كيس ديال الفانيلا، جوج ديال الخمارات ما يعادل 14 غرام، و 500 غرام ديال السميدة الرقيقة، السميدة ديال البغرير. هنا كناخد البيض كنزيد عليه السكر حبيبات، كنحركهم، منحبش من التحراك، فيما نزيد شي مكون نبقى نحرك. هنا ضفت الزيت بالتدريج، من بعد غنزيد شوية الملح، الياغورت الطبيعي مع التحريك، عصير ديال البرتقال، البرتقالة المبشورة والفانيلا، ونزيد مازال نحرك. من بعد غنضيف جوز الهند. هنا كنضيف الخميرة الكيماوية على السميد، من بعد كنخلطو واحد شوية وكنقسمو لدفعات باش كنزيدو على الخليط الأولاني اللي هو سائل. هنا كنخلطوا العجينة ديالنا بهذا الشكل، واخا كتبقى كتلصق ما تخافوش منها، مازال غنخليوها ترتاح باش تشرب واحد 10 دقائق. هنا غناخذ واحد الصينية غندير فيها شوية ديال الجوز ديال الهند وشوية ديال السميدة سواء رقيقة أو غليظة. بالنسبة للحجم ديال الحريشات ديالنا كيبقى اختياري، انا درتهم صغار شويه، خرجوا لي 12 بياسه. اما بالنسبه للطياب ديال الحرشة كيبقى على حسب الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الضو ديال الفرفاره، غادي نشعلوه من قبل على 175 درجه لمده 20 دقيقه. اما بالنسبه اللي عندهم فران ديال الغاز، غيشعلوا الفران تيسخن مزيان وغيديروها لتحت، غيتبان لهم التشقات يعني التفرقعات، وغيطلعوها لفوق. هو احسن طياب ديال الحرشة هو الفران ديال الغاز، الفران ديال الغاز كيصيب الحرشة من داكشي.
كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش لي لايك والبارتاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. خليتكم هاد الساعة، بسلام عليكم.